فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في حديث زيد بن خالد دليل على أن مشركي قريش كانوا يشركون في الربوبية إذ اعتقدوا أن الكواكب تنزل المطر؟ نعم، يشركون في الربوبية والألوهية، إذا أشركوا في الربوبية أشركوا في الألوهية، فدعوا غير الله وخافوا من غير الله إلى آخره. الشرك في الألوهية ناشئ عن الشرك في الربوبية. نعم.